السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلمى النور. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل الوردة دي لتزيين الملابس. شكلها بسيط جدا وهي من طبقتين كده زي ما انتم شايفين. هنشوف خطواتها مع بعض ان شاء الله. كل هنحتاجه لونين، طبعا هو اللون الاساسي اللون الاخضر، والبتلات انتي حسب الالوان اللي انتي تحبيها تقدري تعملي. طيب يلا بينا نشوف الخطوات مع بعض. في البداية هناخد اللون الاخضر، هنعمل عقدة البداية، وبعدين ارتفع 8 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هروح على اول غرزة واعمل منزلق بالشكل ده. طيب داخل الفراغ هنا هعمل 16 عمود 16 غرزة حشو. هرتفع سلسلة واحدة، هدخل هنا في الفراغ واعمل 16 غرزة حشو، هلف الخيط واطلع من اللفتين. هدخل الابرة كده، اسحب الخيط واطلع من اللفتين، وكده هعمل غرزة الحشو. ادي 3 4 5 6 7 8. هكمل كمان 8، هيبقى معايا 16 غرزة حشو وارجع لكم تاني. انا عملت هنا 16 غرزة حشو، هدخل في اول غرزة كده واعمل غرزة منزلقة. دلوقتي هعمل بين 15 لـ20 غرزة سلسلة، هي الفرع بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هخليهم 15 يعني الوسط. 1 2 3 4 5. وبكده خلاص هكتفي واقص الخيط بتاعي بالشكل ده. الفرع هنا انت تقدري تطوليه تقصريه حسب الشغل اللي انت يعني اللي انت هتزيني بيه الوردة. طيب دلوقتي احنا ده الوش بتاع البتلة هنا. انا هلف الشغل كده على الناحية التانية، وهعد 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة هدخل الابرة كده بالشكل ده، واجيب اللون بتاعي اللون التاني، واسحب الخيط بالشكل ده. دلوقتي هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، هسيب هنا غرزة والتانية، وفي التالتة هعمل غرزة حشو. اعمل 3 سلسلة واسيب غرزة 2، وفي التالتة ادخل واعمل غرزة حشو. انا كده هنا بعمل بتلات يعني فراغات عشان اعمل البتلات بتاعت الوردة. ادي 1 2 3، هسيب 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده. احنا كده هنا اشتغلنا من ظهر البتلة دي اللي احنا عملناها باللون الاخضر. طيب هدير الشغل، هدخل على طول في الفراغ واعمل غرزة حشو، وبعدين الف الخيط على الابرة واعمل 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4، وارجع اعمل غرزة حشو على طول
زي ما عملنا في البداية، يعني هعمل غرزة حشو وأربعة عمود بلفة غرزة حشو في نفس الفراغ. هدخل هنا في الفراغ اللي بعديه على طول وأعمل غرزة حشو، وهنا هعمل 7 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7، وفي نفس المكان أعمل غرزة حشو. يعني هبدأها بغرزة حشو وأنهيها بغرزة حشو، وفي الوسط هيبقوا عدد غرز العمود بلفة. وآخر فراغ هعمله زي أول فراغ، هو غرزة حشو 4 عمود بلفة غرزة حشو. هدخل على الفراغ على طول وأعمل غرزة حشو وأربعة عمود بلفة. أدي 1 2 3 4، وفي نفس المكان غرزة حشو بالشكل ده. زي ما شايفين بالشكل ده. دلوقتي أنا عندي الخيط ده، هدخل هنا واسحبه لورا للخلف كده بالشكل ده. طيب دلوقتي هنعمل الطبقة التانية. هضير الشغل وارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهنا عند غرزة الحشو اهو هدخل هنا في الفتلتين اللي هنا اهو، واعمل غرزة حشو. وانا عشان شدها شوية بس هتبقى بالشكل ده. اعمل تاني 1 2 3 4، وادخل عند غرزة الحشو هنا اهو، واعمل غرزة حشو 1 2 3 4، واخر بتلة معايا اهو، اخر فراغ ادخل كده بالشكل ده واعمل غرزة حشو. دلوقتي انا اتكون عندي 3 فراغات تانيين من 4 غرزة سلاسل. طيب دلوقتي هدخل على طول في الفراغ اهو واعمل غرزة حشو. هنا عملنا 4، دلوقتي هعمل 6 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده. وفي نفس الفراغ زي ما عملت في البداية غرزة حشو، هنهيها بغرزة حشو. هدخل في الفراغ اللي بعديه اعمل غرزة حشو، وهنا في الفراغ اللي في المنتصف هنا كان عندي 7، هنا هعمل 9 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وفي نفس المكان أعمل غرزة حشو بالشكل ده. وآخر واحدة زي ما عملنا أول واحدة، غرزة حشو 6 عمود بلفة غرزة حشو في نفس الفراغ. أدي 1 2 3 4 5 6، وفي الآخر أعمل غرزة حشو. وبكده هنهي الشغل بتاعي، هقص الخيط وأعمل غرزة سلسلة، غرزة تأمين.
بالشكل ده، وطبعا الخيط ده هنخفيه بين الغرز من ورا، والخيط البداية برضو بالشكل ده. ودي كانت الوردة معانا، اتمنى يكون عجبكم الفيديو وكان سهل عليكم. وكمان عملنا وردة جميلة جدا يعني من طبقتين لتزيين الملابس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لمتابعتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.